سومالان أيا وحي هشي عدي مكالي أو سيطو صو موشين أيا مدحوين مصطفى عكتر إنو لوكولي يحي هي سدكا تاغنيد مدوين كي وجودن بيسي مغالا دالاس عانو وحنا أي دعوت كالي وجود بيسي دولة فدرالكا أي إيتوبيا أو هوستوغو مامول كصومالي قلبيت يدو أول لغو أركي مالميهي وقدن بيسي عيدان مدى الليو بوليسكا أو هوري عيدان كقارن كجمورية دا سومالي لانو قصو قبغبتين مقالة الله سعانو دمركالي واحد شيرا ميلا كالي أو مدحوين عاكشار كوها ولن يحي دونا ينا ينو كسام ايو كعضون كي مقالة الله سعانو دي حارون تقوبل كصول مدلميدا وربيحين تيننا ينو كسو كوبي دونا عدايماها ديرات كايه لغو هلاي مصطفى عاكشار يدعو دا اي سومالي لانو قد بيسي دولة دا دحي ايتوبيا دولة ديگان که سومالی قلبید آیا کوگو لیستی مقاله دلّا سعان و ده حرون تا قبل کسالی نه نقطه میل نبود گلیه دکعکن. کدی مرکی مقاله ده چکچگا لگصو بلابه اشتح ده حال کنی لگفلویی او سوین ای وقفرای رئیسته سیاسیون و کمدی های مدحوین مصطفی عکتر. مرکی ای سیاست دی ای دونه ی صورتگ شینا وحوس لگرب تاجی فعلهیل ایهو بیسوچره. دوان بينا اهيد مركي عيدان كقارن كجموريا دا سومالي لان سوقب غابتين سراكيل سرسري او كاتر سن عيدان كالليو بوليسكا كاسيو اللقو ريتيي دولة دا دهي فدرال كايتوبيا وحنا اي ارين تاسير لما فيلان كون نقطي ريس الوساري ابي احمد اساق او شاقاي انان اي دعيدون المركالي هسي اشي سومالي لان اي وحا ايوغاتين اي قيب كالي اللايو بوليسكا كمبيدي كسو قانتهي وقت غان حادر كاام مقالة دالاسعان وضي حارون تا قبل كصول وحنا مركلة أي سومالي لان أوجد بسي دعوة دولة دهي إيتوبيا يضا أولا فيلا أيوه إن أي سر رسمية وحوغا قبانطون تو أرمها أي سومالي لان شاكتي عدين تو دانا حيصو مدحويني عاكشار أي ألا فيلا يا إن أي أرنتاني سود دكي سوحي الكاقادس جيسي إن لغو ريكي أود وكولي هاي دولة ديغان كسومالي قلبيد وقتيكا كان يضا إلا وريديو حقوقا له أي ورباهن تو حقوقا الهشي نو حقيتي ننو دغدغاق كوادوه قبل كأوضل إي قلبيد كسومالي لان halkaasi oo meelo ka baxsan gobolkaasi dhalinyaro aan dadka deegaanka ahayn uu ku ururiyay sheegayna inay iyaguna maamulka gaara Soomaaliland ku dhawaaqaan dadka deegaanka gobolka Awdal oo ah kuwa Soomaaliland ugu jecel ayaana arintaasi iska fogeeyay waxana ay sheegeen kuwaasi inay iyaga ka mid ahayn Mustafa Akhtar oo si lama filaan ah ugu soo jeediyay siyaasadiisa iyo awoodda dawladda deegaanka leeyahay sidii uu Soomaaliland u kala qaybin lahaa ayaa waqtigan haadirka aqul darradii ugu ballaadnayd marti gelinaya maadaama oo dawladda Itoobiya ay dhexdhexaad ka tahay xaaladda magaalada Laascaanood muddooyinkii ugu dambeeyay ka tagnayd dhaqdhaqaaqyada uu ka waday darafyada Soomaaliland ee cadeyntooda lahayay dawladda Itoobiya loo gudbiyay hadii lagu helana waxa ay galaafan kartaa xilka uu ka hayo maamulka Soomaali galbeed ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed